شيطان على القهرم. هاد الناس راه حاضرونا، هاد الكراج بعدو للتحقر. وانا راني بعدو راني راني عندي الباك ايكونومي وكنقرا في مراكش، وهاد الميدان مشيت ما خدمتش وتبعت الميدان ديال الفلاحه ديال الكسيبه. عايش انا وليداتي في العروبيه،
ما خدمتش في القرايه ما عطاتنيش ها ما جاوك با يكملوا لنا دروك علينا ما عندك وحده والله ما نمشيو يا نخليهم لي يهزوهم هما يديهم يفرقوهم بيناتهم احنا راه خطينا ها الله اعلم والله اعلم والله اعلم كاين الله القايد وقف علينا وكاينين بلايص اخرين حاطين فيهم الغلم علاش الشومه تعدوا علينا بزاف اللهم انا ضمنكم علاش ما نحطوش علينا اشنو السبب كل كازا ممنوع مره ما يبقاش فينا الحياه كاينين باراجات ما نقولكش ما عنديش باش نعبر لك على داك الشيء ما عنديش صافي ما بقاش عندي باش ما كنحس بحق ما عرفتش واش مساكن في المغرب ولا مناك كتسنى هاد السيمانه كنترزقوا فيها الله كنترزقوا فيها الله ماشي كنعيشوا بها ولا خطاتنا هذيك ما عندناش والماء ما كاينش عندنا حنا في البلاد ولا عايشين ديالنا ما كاينش كنسكنوا فوق البوطات باش نوردوا هاد البهيم ونجيبوهم لهاد الناس هنا حنا راه ما كنبيعوا الناس لاغنياء كنبيعوا للفقراء راه كنبيعوا للفقراء وحنا نسحابوا له تقدمات نسحبوا المخزن باه يحمينا جايين حنا ضاربين علاش ضاربين اش بغينا نديروا راه معاونين راه هي هو الاقتصاد راه هي السلسله شاده في السلسله حنا معاونين حنا كنوجدوا كنجيبوا لهاد الناس يعيدوا وكل غادي يخلصوا الله على قد نيتو وهاد الناس تعرضوا لنا غادي يخلصوا من الله كاين الملك قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.